عندك برمضان؟ تبي تمثل؟ تحب تمثل؟ لا بس قديم. لا والله ما احب تمثل بس قديم. والله ما والله عندي عمل ان شاء الله على ام بي سي عراق. اوكي ويا من؟ علي اليوم. اوكي علي راح يمثل هاي السنه ان شاء الله. اي شنو اعطينا الحلقه الاخيره قول لنا اياها. الحلقه الاخيره هاي صديقاتي شنو الحلقه الاخيره من الاخير يعني امي خطيه تسالني ما جاوبها شنو الحلقه الاخيره فهم يسالوني راسا شنو الحلقه ده يضحك اي ما اريد اعرف الحلقه الاخيره شنو ليش تضحك اي فان شاء الله راح يكون يعني فدي مفاجاه حلوه يعني بالنسبه ل علي لانه اول مره يمثل والشخصيه مالتي هم قالوا العالم كافي هند بكي ولطم وقهر وحزن ادري بكرهتك شيء وانا اقولها عن نفسي قبل ما انت تقولين بكي ودق ولطم وحزن وفقر ف يلا قلنا نغير شويه والله ها ماكو بكي هالمره والله انا هم عجبني شويه غير يعني ماكو بكي ايش قد كم حلقه من اصل 30 الله عليك 21 ايش قد 21 ساعه من اصل 30 بواشي بس بكي لا هالمره غير ان شاء الله زين بس انت مستمتعه بهذا العمل اي طبعا جيب. يعني تجربه بالنسبه لي جديده والشخصيه والكاركتر يعني هي شيء تحدي ومجازفه بالنسبه لي لانه فشي يعني انا دا اجربه جديد علي فشويه هيك يعني قلبي يدق سريع ويوجعني انت ما شاء الله الناس. خلال فتره قصيره جدا قدرتي توصلين انه تاخذين بطوله عمل كامل يعني الحمد لله وشكرا طيبه و الماس مكسور وهسه هذا العمل هاي ثالث عمل مو ثالث بطوله ثالث عمل بطوله يعني تعتبر مطلقه اي ما شاء الله كل التوفيق لك وانا متوقعين هذا من زمايلك